أولا هذا ليس حلم، هذا واقع سوف يتحقق إن شاء الله. أنا واحد منكم، واحد من شباب السعودي، بدونهم أنا لا شيء. نعمل كلنا جميعا لتحقيق هذه الرؤية. لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم لهذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. أطلب من الجميع بأن لا يصدقوني، انظر للأرقام، الأرقام هي التي تتحدث. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.